غازي العيادي، مبروك عليك، جمهور الكلوب اختارك ميور جوار في تروح سي اس اس والسبتان تاع لالي كلوبيست. مرحبا بك، نشكر جمهور الكلوب اللي معناتها اختارني في الماتش هذا الاخراني تاع صفاقس، وريت وجه طيب معناتها اللعب الكل، ونشكر اللاعبين سيرتو اللي بعثوا لي المساجات ولا كلموني، نشكرهم برشا، وقفوا معايا حتى في البي وفي الخايب. نتمنى معناتها نقول لهم راني الردمه نتاعي قاعد يمشي ويرجع كما كنت قبل. اي جوار معناتها يتيح الردمه نتاعو ويعاود يقوم. الحمد لله جات بالزوز طرح الاخرانيين تاع الديربي وصفاقس، اكريت معناتها كنت حاضر 90 دقيقه، عطيت اللي من عندي. هذيك هي لازم معناتها في الوضع نتاعنا احنا توا كجمعيتنا لازم الناس الكل نخفوا معاها. ان شاء الله الجاي خير، مازال عندنا ماتشات كبار، عندنا جرجيس لحد هذا، وعندنا لحد الجاي كونتر ليتوال، زاد ماتش كبير سنه فينا، ان شاء الله الماتشات هذوما يخلونا نرجع في الكورسه ولا بيسقط ربي. كيفاش قدمت له الكره غازي في 5 سكوند؟ شو دخل التاريخ البوند؟ دخل التاريخ ديجا، هو الكاتريام في المونديال حسب ما معناتها ما نعرف. هذا كله توفيق من عند ربي، معناتها مش بسهل باش يجي للبونتو هذاك، تعرف يجي مره في الدرقه دي. الحمد لله معناتها يقعد لي في البرمارس نتاعي ويقعد في ذهني برشا. بونتو معناتها كبير عندي، وان شاء الله جاي خير. هذا اول مره غازي، وان شاء الله وراها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عايش، ميرسي، عايش.